السلام عليكم متتبعي قناة ريمال تي في. كيف ما كتعرفوا حنايا امام تعاونية دار عمرون اللي كدير الفنون الطبخ وايضا وحلويات التموين. كتعرفوا بان تعاونية دار عمرون كانت حاضرة معنا في سلسلة كيتشن ريمال من سلسلات اللي كانت كتقدمها ريمال تي في في رمضان، وكانت حاضرة معنا فيها شاف بشرى. شاف بشرى اليوم دايرة دورة تكوينية اللي كتختص في ديزاين كيك، وكيستفد من مجموعة من مستفيدات المبتدئات في مجال الطبخ. وكتعرفوا حنايا ريمال تي في اللي كتساهم في انها تدير تغطية للشباب وحاملين المشاريع الصغيرة واللي عندهم تبارك الله مشاريع، ولكن خاص اللي يدير لهم تغطية وخاص اللي يعرفهم ويشوفهم باش يطوروا اكثر واكثر ويدعمهم ويشجعهم. اليوم ان شاء الله غتحضروا المجال ديال الطبخ وهذا المجال ديال ديزاين كيك اللي مالا، ويعرفوا كيفاش انهم يطوروا نفسهم من خلال المعلومات والنصائح اللي تعطيها لهم الشيف بشرى وحتى المستفيدات اللي جاوا يحضروا معنا اليوم. تفضلوا معايا ندخلوا للتعاونيه ونكتشفوا شنو كاين الداخل ديالها. مرحبا بكم. كيف ما كتعرفوا متتبعي قناه ريمال تي في، الان حنا امام دوره تكوينيه اللي قامت بها تعاونيه دار عمرون، ومستفيدات حاليا كاينين وحاضرين كيستافدوا من هذه الورشه اللي بعنوان ديزاين كيك. غيستافدوا كيفاش انهم يديروا ديزاين كيك والادوات اللي كيستعملوا في ديزاين كيك ايضا، والطرق اللي غادي يعني يستخدموها من خلال انهم يوجدوا هذا المشروع ويمشوا فيه مزيان. يلا نمشيو عند شيف بشرى ونشوفها شنو اللي كدير وشنو اللي كتوجد مع المستفيدات ديولها اللي حاضرين في الدوره التكوينيه. يلا معايا. كيف ما كتلاحظوا معايا متتبعين، شيف بشرى كتشرح لهم معلومات حول كيفاش انهم يوجدوا ديزاين كيك وشنو هما المعلومات الاساسيه. هادو اللي حاضرين معها كلهم مستفيدات ديال دار عمرون، تعاونيه دار عمرون اللي دائما كيحضروا لاتولي ديال شيف بشرى. بما انه سيت يعني هذا واحد التيست اللي غادي نخدموا حدايا، واحد الشانتيون غادي نخدموا وغادي نضربوا ونشوفوا كيفاش داير. مثلا قلنا نخدموا 900 غرام، شحال خاصنا ليها ديال هاد لونغوباج؟ يلاه شوفوا لي الحساب. هاد لونغوباج 900 غرام شحال غيخصنا ليها؟ ديال شحال ديال 250 زيد شويه 300 بالنسبه للبنات ها هما كل وحده راه كاتبه البري ديالها، كاتبه الاسم ديالها في اليد ديالها. اذا هنا قلنا غادي نسخنوا دائما ان غاناش، دائما اش كنحتاجوا له؟ لا كريم فريش ضروري خصها تكون سخونه. صافي هنا بما اننا بغينا نخدموا على جوج ديال بغينا نخدموا على جوج، شوف لي بحال هذا اخر بلاتي ما تسخنوش هذا بلاتي. بما اننا باغيين نخدموا على جوج ديال لي كيك، اذا كل بلاتي هنايا
كل وحده غادي نخدموها. اذا هنايا ملي عندنا كيلو خصنا نقصو ان مورسو دائما هاد كيلو تاخذوها كيلو كتاخذو منو مورسو باش تخلي لك 900 غرام صافي بلا ما نبصو صافي دابا عندي 900 غرام هذا كنصبو به وكل مره قلنا كنصبو حتى تكون عندنا واحد 900 غرام متتبعي قناة ريمال تي في نمشيو عند شاف بشرى ونسولوها شنو اللي محضر اليوم المستفيدة الدولة اللي حاضرين معاها في تعاون يد دار عمرون. يلا معايا. السلام عليكم شاف بشرى، سمحي لينا. مرحبا بكم، مرحبا بكم معنا. سمحي لينا شاف بشرى، دخلنا لك الورشة التكوينية وانت دابا كتوجدي المستفيدة ديالك، يعني كيفاش كيستعدوا لديزاين كيك. بغيتك اول حاجة كاين المتتبعين ديال قناة ريمال تي في، سبق اليوم كنتي حاضرة معنا في سلسلة رمضانية في برنامج كيتشن ريمال. بغيناك اليوم تقولي للمتتبعين شنو محضر المستفيدة ديالك وشنو اللي يعني اللي بغي يستافد معاك، شنو خاصو يدير، شنو بالنسبه بعدا. مرحبا بكم، مرحبا بريمال تي في، هذا راه المحل ديالهم والمكان ديالهم والمطبخ ديالهم. بالنسبه لينا حنايا كنوجدوا اليوم الدوره، يعني نقول الرابعه. علاش؟ لان دازوا ثلاثه ديال المستويات وهذا هو، يعني دازوا ثلاثه الدورات وهذا هو الدوره الرابعه اللي داز في المستوى الاول. عندنا المستوى الاول، لانني شنو دايره لهم، دايره لهم ان بروغرام ديال مستويات. هذا المستوى الاول شنو المبتدئات اللي غادي يتعلموا من كما كنقولوا من احتى لزيد، من الجينواز كيفاش غنخدموها، المشاكل اللي كيتلقاوها، ولو انهم كاينين، ولو تنقول مبتدئات راه كيجيو محترفات اللي عندهم مشاكل، المشاكل اللي كتوقع الصوص ديالهم، ماشي المشاكل اللي كتوقع لبعض المحترفات انهم كياخذوا مثلا غير من القنوات وهذا ما كياخذوش لي زاستيوس كيف ما هما. الوغ ملي درت الدوره كنت عوله على دوره وحده، وغادي ناخذ واحد الجروب اللي هو قليل ونمشي معاه، ولكن الحمد لله فين ما دازت الدوره كيبقاو البنات بوشا وغيره، راه تبشيرها حتى تولي دابا في اربعه لدرجه حبس. قلت لهم خلينا ندوزوا للمستوى الثاني حتى ان شاء الله نمشي مع البنات، حتى ان شاء الله يوليو يديروا الويدين كيك، ياخذوا يعني يوليو ياخذوا طلبيات ديال الاعراس وهذا. علاش لا؟ تبارك الله عليك شاف بشرى، كنعرفوا بانك اليوم معك مستفيدات كل وحده من شنو دايره، وكنعرفوا ايضا ان بشرى اليوم تعاونية دار عمرون محتضنه واحد المستفيده اللي دارت لها دات معها في دوره التكوينيه غاتوي. يعني هنايا كتشجعي دوك الشباب ساكن اللي يلا بادين اللي ما عندهم. اكيد واحد القضيه هو من الاهداف ديال التعاونيه، يعني قبل فاش تنفكروا اننا تكون تعاونيه راه حنا درناها للمراه، حيتاش اللي كتلقى انها كتكون ضحيه، سواء الا كانوا مشاكل مثلا عائليه مع الوالدين او لا مع الزوج او لا مع الولاد، تتكون المراه مسكينه هي دائما يعني ديك الضحيه. باغين باش سواء انا خصوصا على المطلقات والارامل، وحتى اللي مثلا اللي كي عندهم مشاكل ديال اشنو كنقولوا اننا نحتضنوهم، لما لا ياخذوا واحد الحرفه في يديهم. يعني انا ما يمكنش غادي كلشي ندوز ليك غاتوي، لان راكي عارفه حتى حنا راه، ولكن كنحاولوا نديروا حالات انسانيه مع الناس اللي باغين. هذه المستفيده اللي ترني فيها هو انها تبارك الله برغم انها دوزت واحد التجربه يعني اللي صعيبه في حياتها، رجعت كتقرا، رجعت يعني كتقرا حره، هي باغا، هي كل مره هي كتعيط لي ياك ما خصهاش حاجه، ما كاينش شي حاجه، يعني كتلقاي ان عندها طموح، ولكن كما تيقولوا العين بصيره واليد قصيره، كتلقاي يعني وديك عزه النفس وديك ما بنادم حتى ما راضيش انه يقول راه كان. اشنو درنا حنا؟ انني يعني فاتحه لها المحل، تنقول لها هذا المحل ديالك، اي فورماسيون كانت هي كتجي انا كتستافد، وميم طون حتى انا رانا كنفرح فاش نشوفها يعني راه خدات شي حاجه، على اساس ان شاء الله النهار اللي غادي تاخذ واحد الحرفه في يدها ولا غادي ان شاء الله حتى هي لما لا دير ديالها ولا دير مقاول ذاتي او لا، لان دابا ولات حتى الدوله ميسره للبنات، ميسره للجميع، دير مقاول ذاتي، خدام يكون اللي عندك انت يعني مشروع ديالك، ولو في دارك عندك مشروع حلويه، يعني غير يكون كل شيء منظم وكل شيء مقنن، حتى واحد ما غادي يضيع. والحرفه تبارك الله تيقول لك الصناعي لما كما تقولها لما غنات تستر، يعني والصنعه خصها دائما تكون في ايد ديال خصوصا لي فام. انا يعني ولو ما تكونش ماشي ضروري نخرجوا ناخذوا الصنعه الا كنا كما كنقولوا يعني محزوزين ولا ما عندناش، لا الصنعه كتبقى واحد الحاجه تاخذها في يدك على دوير زمان او لا حتى على ما تبقاش غير جالسه في الدار.
شكرا لك شيف بشرى. كنعرفوا ايضا انك اليوم محضره لهم في هذه الدوره كيك ديزاين. بغينا نعرفوا يعني شنو هما الادوات اللي كتستعملي في هذا ديزاين كيك. ديزاين كيك اللي صعب فيه هو الادوات، اللي غالي فيه هو الادوات. لذلك انا فاش نكون كنشرح لهم هذا شنو نقول لهم، كنقول لهم ماشي مشكل لما عندنا سباتين نخدموا بمعلقه، الا ما عندنا نخدموا بموس. يعني غير ان اللي باغي يوصل شي حاجه راه كيدير. علاش؟ لان فعلا 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 المواد ديالو غاديين غاليين. عندنا خدامين يعني غنبداو بواحد بالك ممكن الوغ بالنسبه لي زانغريديون كنعتمدوا على الشوكولات ياك، هو اولي غاناش لا كريم فريش، كنعتمدوا على يعني الجينواز كنخدموا بها، خاص يكون هذا باش يساعد البنات انهم يخدموا عليه. كاين ديمول. انا غير انا الطريقه باش نخدم انني كنخدم بطريقه ديال لي بوش، انا ما كنبقاش نعمر هكا في لي كاسخول وطلي وطلي وطلي، وانما كنحاول نوري لهم واحد لا ميثود اللي هما يكونوا خدامين وهما مرتاحين. غادي نشوفها معاك الشيف بشرى، وايضا غادي نسولوا المستفيدات شنو رايهم في هذه الورشه، وايضا كيفاش دازت الورشه والاجواء ديال الورشه كنشوفها رائعه، وحتى المستفيدات ديالك يعني واخدهم بحال شي بنات ديالك وحطناهم هنا. انا ان فوتي تدخل شي وحده هنا كنقولها لهم، كتدخل شي وحده هنا كتولي بنتي، لدرجه كنتابعهم حتى من بعد. يعني ماشي تنقول الفورماسيون مشات صافي، لا، وربما لو انهم كانوا البنات اللي في المجموعات اللي فايتين، راه كاينه تبارك الله اللي ولات دابا في البلديه تعلمات عندي، ولا تبارك الله دابا كتتصيفط كاع على برا كاع. يعني دائما تيبقى التليفون ديالي مفتوح ليهم، ها اش ندير ما نديرش، لانني حتى انا اللي كنعمل هذا الشيء ديال الكوتشين بالنسبه كيفاش يديروا المقاولات ديالهم، كيفاش فهمتي يعني، وكندعمهم حتى معنويا، واشنو خاصكي، اشنو الخطوات اللي تسبقي، اشنو حتى فاش نشوفها هي كما تيقولوا ولات تصايب احسن مني، انا هي اللي غادي نفرح. يعني ديك القضيه ديال خوك في الحرفه عدوك ربما اللي ولات سائده، ما كايناش. لا انا الا كل وحده مشات دارت شي حاجه ديالها، راه تبارك الله راه هذاك هو الخير. بارك الله على الواحد الا خدا دعوي الخير وصافي. تبارك الله عليك شيف بشرى، وبغينا بحال الشيف بشرى يكونوا بزاف منها ويكونوا تعاونيات اللي يشدوا مستفيدات بحال هادو ويعلموهم. وكيف ما قالت بشرى بانها كتفرح بزاف الا شي واحد اولا من دوك اللي دازوا معاها في دوره التكوينيه وصلوا وكانوا اكثر. تبارك الله عليك شيف بشرى. المهم غنشوفوا معاك حنايا دوره ونخليك تكملي مع المستفيدات ديالك. مرحبا بكم مرحبا بكم. اذا مفعول دابا غادي نحاولوا البنات تفرحوا بالفكره باش نبداو كل جروب اللي يكونوا اللي اختارت شي جروب تمشي معاك واحد غادي تسميه او وحده تسميه بي. يلا ديما حنا معنا ربي يلا يلا بنات هذوك ياخذوا البلون طرافاي اللي تما وهذو ياخذوا يلا. اذا هذاك تقطعيه اذا البنات بالنسبه للجروب ديالنا هنا حنا كنا وجدنا لا كريم ديالتنا وشرحنا شحال غيخصنا لا كريم، شحال قلنا هنايا بالنسبه لهذا الشوكولاته هرش هذا الفستق شحال غادي يخصنا، قلنا هنايا اخترينا 900 غرام شحال حطينا معها ديال لاكريم؟ 15 اي الو غادي نسخنو 300 ماشي 15 300 اذا هنا وجدنا الشوكولا ديالنا. هذا كما كنقولو كنجبدو في الكناش دو ليساج فين كيدار الكناش دو ليساج هو اللي كنغلفو فيه. وكما قلنا باش نوضحو اكثر، وهو انه كيكون قبل ما نحطوا عجينه السكر صافي قبل ما نديروا عجينه السكر. الوغ هذا غيسخن، ودائما كنقولوا بان الكريمه خاصها تسخن ماشي لدرجه غليان، ما نخليوهاش تغلى، وانما ديك السخونيه اللي غادي تسخن الجهد اللي غيذوب لينا الشوكولا ديالنا باش نبداو ان شاء الله في المونتاج، لان هي اخر حاجه بقات. باقي ما كملناش لاكريم موسلي، وغادي ان شاء الله نبداو المونتاج ديالنا. هذا نغلفوه بالسلوفان هذا
بس هي كتطلع على الاقتصاديه. هذه اللي كانوا فيهم 400 غرام 100 اللي غادي نزيدو 100 غنزيدو 50 بحال غادي نديرو 300 فهمتي 300 ديال الليكيد باش ما تجيش قاصحه بزاف. 300 نورمالمون غنديرو 200 و 200 و 50 زدنا 50 هادي هنايا البنات بحال خدمنا الا رديتو البال بحال خدمنا ب بالجروب نعم هذا كنز فيه كنز هذا فيه 15 والعلو البنات فاش تخدموا على 15 العلو ضروري يكون عالي مينيموم فيه 10 صافي يعني هذا كنصيبوه تكون 15 في الدوره و10 في العلو وكنخدموا به في التغلاف ديالو ديال هذاك الكنز فيه 900 غرام غادي تجيكم 900 غرام كثيره ولكن انا غنشرح لكم علاش 900 غرام ديال الشوكولا على 300 غرام هنا بحال ضربنا كميه الشوكولات داك ضربنا لاكريم في 3 هنا غنفوقوا هذه الكناش هي اللي قلت لكم ديال هو اللي قلت لك المرطوب ليساج كتبيها بشي طريقه باش يعرف هانتي الكناش ديال ليساج هو اللي كان ليسيو به هو اللي قلنا عليه المرطوب يلاه المرطوب هانتوما اون فوا كيبدا هكا كتحس به سخن كنطفي عليه ونزيد ودائما انتبهوا البنات انتبهوا فاش كنرميو الشوكولاط ديالنا على لا كريم فريش نحاولوا ما نململوه ما نحركوش علاش باش ديك السخونيه تدخل لينا لداخل ديال لا كريم وتبردش الكريمه وما تبردش لينا الكريمه ونصدقوا نبقاو نديرو في البان ماغي ونصدقوا سمعتي باش ما تعاوديش تسوليني سمعتيني جبت لهم هنا دابا انت ما تحركيش علاش ما نحركوش باش ما تبردش الكريمه يلا خذي هادشي قلت لكم كل واحد يقيد سميته ولا راه زعما يلا الو اعطيني سباتشي ولا عطيك واحد سباتشي هو هذا الو هنا قلنا ما نحركوش غادي نديرو ليه هكا ونتسناو عليه شويه كتعجبش عليه لا ما تشمش علاش عليه لان الا مشيتي تشعلتي عليه غادي يتحرق وسيرتو اللي ما يعني ما عنده علاقه بسمته صافي نخليوه شويه اي ابري حنا غادي واحد شويه وهي اللي غادي نحركوه ما سخونش هذا حطيت فوقه باش طلع خاصك سخون هاتهم باش نعطيكم هذا انتبهوا باش تعرفوا تطبقوا نتوما هذوك بايديكم لان اهم حاجه عندي هو ديروا بايديكم انا راه ما عنديش مشكل شوف كيفاش يبدا حتى اللون ديالو كيتبدل تيولي بغيو ها شفتوا Thank you.
تتبدل ليا كلشي ما تبقاش عندي، لان الا لقيت شي حبه ولا شي حاجه ولا شي طريف شي موصو راه غادي يوحي ليا. وانا شنو باغا ندير كما قلت لكم دائما حنا كنخدموا بلي بوش، خاص البوش نحط فيه كلشي صافي ما تحصلش ليا شي حاجه، لانها هو غيكون هنايا ديجا كاينين عندي طروفا. الا ملي غندخلوا البوش ثاني غادي نصدق واحده بحال هكا، هادشي هذا دابا اذا غنبقى ندير هكا صافي تولي عندي. لا ما شاعلش هو صافي اين فوا هذاك لا كريم ديالتي كات صافي كتحس بها سخنات كما قلنا ماشي لدرجه الغليان، وانما غير صافي كتبان لك راه سخنات. دابا ها هو وجدها ما بقاتش فيه حتى حاجه، خاطر تصور هذاك اللي حداكم نتوما البنات لي بوش عفاكم. مشاهدين ديالنا ومشاهدي قناه ريمال تيفي، كنعرفوا بان المراه ضروري يكون عندها سند، والسند ديال الشاف بشرى هو الزوج ديالها. يلا معنا عنده باش نعرفوا بزاف ديال الخبيرات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، وماشي اول مره اللي كنتلاقاو، هذه ثاني مره تبارك الله عليه. صراحه كنشوفو شفتو فاش كنا كنصورو البرنامج ديال كيتشن ريمل، كان مساند الشيخ بشرى في كل اوقات وكان معها دائما، اللي كنفتخروا بحال هاد الازواج يكونوا مع الزوجات ديالهم. وغنسولوه كيفاش بدات الفكره ديال لاتولي ديال دار بوعمرون باي تملول. السلام عليكم. انا سي محمد عمرون، الزوج ديال بشرى شعي. انا تنشتغل عندي شركه ديال التموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات والمهرجانات. الفكره كيفاش جاتنا، الشيف بشرى شعي اللي هي الزوجه ديالي، هي شاف ما شاء الله، وطلقت تكوين كثيره وخدت شهادات كثيره، ويعني ولا تواصله. ما بغيناش هاد الطبخ والحلويات هو راه علم قائم بذاته وفن تيتجدد وتيتطور، ما بغيناش هاد الباجاج واللي عندها في راسها يبقى منحاصر عندنا حنايا. علاش اللي ما نشتغلوش به؟ هو غيفيدنا، غنربحوا منه شويه، وغادي ندعموا ناس ونكونوا ناس ونأطروا ناس اللي نحطوهم في السكه ممكن تهما يشقوا طريقهم ويمشيو. تبارك الله عليك، قال واحد الكلمه هو انه شاف بشرى دوزت تكوينات كثار، بحال هذا الزوج اللي كيفتخر بالزوجه ديالو اللي كيدعمها، بغينا بحالو كثار. لان كنعرفوا بان بعض الازواج كيقولوا، بعض اللي كنقولوا ماشيش كثار، ان المراه دورها فقط غير الكوزينه، وهي دورها الكوزينه، وحتى انها دير مشاريع لا بحال اللي دايره شاف بشرى شعاي، وكيستافدوا منها مستفيدات كثار وكثار. بغينا نسولوك سيدي على الطريقه، اولا واش نتوما فقط كتنحى كتحاصروا غير هنايا ولا كتخرجوا برا اولا بلايص وحدين اخرين؟ لا، حنا دابا حنا تنشتغلوا في التعاونيه، تنديروا تكاوين في الطبخ والحلويات، الكيك ديزاين المغربيه والدوليه والبريستيج. الا جاونا تنقلات ولا شراكات مع تعاونيات، جمعيات، معاهد، علاش لا نتنقلوا ونقلوا الخبره ديالنا لدوك الناس، وحتى حنا نتلقاو خبره اخرى. ما عندناش مشكل. كيف ما قلت قبل انه كاين بزاف تاع الازواج اللي كيحصروا الزوجات ديالهم فقط غير في البيت وما كيخلوهمش يكملوا، يعني شنو تقول من هذا المنبر؟ واش غادي نقول لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا النساء شقائق الرجال، والنساء قويات. اش غادي نقول لك؟ راه عندهم واحد القوه دافينا اللي كثار من الرجال، خاص غير تحررهم بطبيعة الحال في واحد الإطار اللي معقول، اللي ما يكونوش فيه تجاوزات. المرأة حنايا بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا اللي خليناها تكون هي الحلقة الضعيفة في السلسلة العائلية، أما المرأة راه قوية. وتبارك الله الامثله قدامك، نساء اللي حققوا نجاح، ونساء اللي في المغرب تيقودوا الحكومه، ونساء اللي على المستوى العالمي اللي فين واصلين. يعني تتبقى مساله رغبه ومساله اجتهاد هي اللي تتوصل للمراه ولا الرجل.
ايضا كنعرفوا بان هاد المستفيدات يعني اللي ما واخدينش خبره، واش من خلال هاد الورش اللي كدير الشاف بشرى شعاي يعني تبارك الله كنشوفهم بانهم بداو كياخذوا خبره وانهم بامكانهم يفتحوا مشاريع من خلال هاد الدورة التكوينية؟ بطبيعة الحال شوف دابا الانسان تيكون ما معلم والو، ما معلم والو تيبقى جالس في الدار ديالو تيبكي على الحظ ديالو على الواقع ديالو تيلوح كل شيء على الدوله خاص دير ليه. لا، حنا كمجتمع مدني خاصنا حنا نتحركوا حنا نشتغلوا. شباب عندهم طاقات ولكن مقموعين مقوقعين ما كاينش كيفاش يتحرك، خاصو غير الجرأه اللي يدفعوا ديك الدفعه الاولى وراه غيكمل. تيجونا مستفيدات ومستفيدين اللي اش غادي نقول لك بلا و تيتلقاو تكاوين تبارك الله بالزربه تيتحطوا في السكه تيبدا هو غادي، خاصك غير تعطي داك لا فيتاس انيسيال راه تيبدا غادي. وتبارك الله راه غير من كاينين عندنا مستفيدات اللي داروا دوره وحده بداو دابا تيصوبوا الكيك ديزاين تيخرجوا المناسبات والحفلات واعياد الميلاد وهذه بداو النساء تيشتغلوا من الدوره الاولى. تبارك الله عليكم، هادشي راه باين لان سبق لي انا كنت متتبعه ديال شاف شعاي وحتى المستفيدات ديالهم. وكاينه واحد المستفيده ايضا غنديروا معاها تصريح اللي استفادت من الدوره التكوينيه غراتوي، يعني انتم كدعموا النساء اللي ما عندهمش مثلا باش يديروا دوره، واخا ان الدوره هي بمبلغ ولكن اللي في حاله انسانيه كتدعموا دوك الشاب او النساء اللي بغاو انهم يستافدوا من الدوره التكوينيه. بطبيعة الحال كما قلت لك ملي تتشوف شاب ولا شاب باغي يتكون وما عندوش راه ممكن تكونوا بالمجان وممكن تساعدوا حتى فهمتيني تساعدوا حتى ماديا الا شفتيه نجح ومشى كمل راه نجاح ليك حتى انت فهمتيني نجاح ليك حتى انت. وحنا اش غادي نقول لك من الاول وحنا معروفين بالعطاء معطائين الحمد لله، بالعكس نحسوا بالفخر اننا نعاونوا شباب ونعاونوا نساء ونعاونوا الناس اللي يلاه بادين واللي ما عندهمش واللي عندهم المام بالميدان وما عندهمش علاش لا. تبارك الله عليك السي عمرون، وحنا شرف لنا اننا نجيو نديروا معاكم تغطيه اللي صراحه امثالكم هو اللي خاصهم يكونوا في المجتمع ديالنا، انهم كيساعدوا النساء وماشي غير النساء شباب وشابات في مختلف الاعمار باش يبداوا المشاريع ديالهم، يعني بحال هاد الناس بغيناهم يكونوا متواجدين في المغرب بصفه عامه. ودار تعاون دار بوعمرون هي بايت منو اللي تبارك الله عليهم اليوم منظمين ورشه وكانوا ديجا منظمين ورشات اخرى اللي كانت كنقول لهم شرف لينا انكم تكونوا معنا. بهذه المناسبه غنسولوا عمرون بانه هو الكاتب وقيلة ديال تعاون دار عمرون. اييه انا هو الكاتب ديال تعاون دار عمرون. يعني حصرت داك الشيء عائليا يعني بقى داك الشيء عائليا. لا 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 ماشي عائليا، عندنا البقيه هما نساء كاين اللي تيشتغلوا في الحلويات البريستيج غير اختارينا دي شاف اللي تبارك الله واصلين وعندهم ما يعطيو، ولو انهم واصلين هما باش كونا المكتب وكونا التعاونيه، ولو هاد اللي شاف واصلين اللي منهم الزوجه ديالي الشاف بشرى شعاي، ولو واصلين وتعطيو العلم ديالهم والباكاج ديالهم للناس اللي في الميدان والناس اللي بغا يدخلوا الميدان، حتى هما تيتلقاو تكاوين على المستوى العالمي باش يبقاو ديما في القمه ويبقاو ديما جارين الركب. بارك الله عليك استاذ عمرون، حنا شرف لنا ان نكون معكم وشكرا على الاستقبال ديالكم. وكيف ما كتعرفوا بان تعاون دار عمرون اللي كتستقبل الكل، وغادي نحطوا لكم يعني الارقام ديالهم في التعليق ولا من بعد ملي غنديروا ان شاء الله معاهم نكملوا معاهم هذا البث المباشر باش تقدروا تجيو عندهم وتستافدوا من الخبره ديال شاف شعاي تبارك الله عليها. نمشيو عند المستفيده ديالنا وكنشكروا عمرون على التصريح ديالو. شكرا لكم انتم بزاف اللي وقفتوا معنا وفتحتوا لنا بابكم منذ البدايه منذ اللحظه الاولى تلقيتونا بالابتسامه من الصغير حتى الكبير، الله يكبر بكم وشكرا بزاف. شكرا لك حتى انت يا تبارك الله عليك. وكنتمنوا يكونوا الازواج بحال زوج عمرون لما لا يساندوا الزوجات ديالهم في المشاريع ديالهم الصغيره حتى تولي كبيره ان شاء الله. نمشيو عند المستفيده ديالنا اللي هي مالكه استفدت من هالدوره غاتوي، ولكن يعني نسولها اسئله واش تقدر يعني تجاوبنا عليها ولا لا، ولكن انا متاكده غتجاوب ريمال تي في.
كيف ما كتعرفوا حاليا في هذه الورشه اللي تعلموا المستفيدات مجموعه من الامور، وخاصه كانت الورشه بعنوان كيك ديزاين اللي تعلموا الاليات ديولها وكيفاش يديروها. وهذا كيك ديزاين ممكن يفتحوا به مشروع واللي كبير 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 بزاف. نمشيو عند المستفيده ملكه ونسولوها اسئله، كيف جاتها الورشه؟ واش فرحات بزاف لانها كانت محتضنه ديال تعاون يد دار عمرون منذ البدايه وبغاتوي. السلام عليكم ملكة. السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا في بث مباشر قناة ريمال تي في. شكرا. حتى أنا بالدور ديالي كنرحب بقناة ريمال تي في. ملكة بغيناك ممكن أنك تعرفي المتابعين ديال ريمال تي في بك. مرحبا، انا ملكة البسيم من المستفيدات ديال لي فورماسيون الفايتين ديال كيك ديزاين. ولحد الان المهم فيما تكون شي دوره تكوينيه يعني ديال لي كيك ديزاين ولا ديال البلدي ولا اي حاجه، يعني كنستافد انا من الناس اللي محتضناهم التعاونيه ديال دار عمرون. كيف ما كتعرفوا متتبعين قناه ريمال تي في، انا كانوا بزاف ديال شباب احتضنتهم ريمال تي في، وكنتوا حاضرين مع البث المباشر اللي كان مع الزميله ديالنا بشرى شتواني، مع ملكه مولات الكريب، وايضا مع فاتحه مولات مسمن كاينه معنا حتى. ملكه ايضا اللي كتحب هذا الشيء ديال الباتيسري وحاضره مع دوره التكوينيه اللي دايرها شاف بشرى شوعي. بغينا نسولوا ملكه كيفاش دازت هذه الدورات اللي قبل وشنو استفدتي منهم؟ اول حاجه اللي بغيت نقول للمتتبعين ديال ريمال تي في انني من الناس اللي حاصلين على دبلومات، يعني عندي دبلوم في الباتيسري وعندي دبلوم في الطبخ، ولكن يعني دبلومات بلا تجارب يعني ما كيساوي حتى شي حاجه، يعني ضروري الانسان يكون يحتك بالميدان وتكون واحد التجربه اللي غادي تجعلو يعني يولج لسوق الشغل كما نبغي نقولوا. اول حاجه كنبغي نشكر الشيف بشرى شوعي والزوج ديالها السي محمد عمرون على هذا الاحتضان، يعني اللي احتضنوني وعطوني هذه الفرصه في انني نجي كباقي المستفيدات، ويعني نكون من الناس اللي غادي نبدا من حتى للزيد كما نبغيو نقولوا، يعني الانسان يبدا من نكون من مبتدئ ان شاء الله حتى نوصل ان شاء الله يعني لذاك الشيء اللي كنطمح ليه. تبارك الله عليك ملكه. ملكه بغينا نسولوك يعني هاد الورشه ديال ديزاين كيك، واش فراسك بانها ممكن تفتح لك مشروع كبير وكبير؟ اكيد هاد المساله انا عرفتها، وخصوصا ان ماشي اي واحد يمكن غادي يعطيك فرصه في انك تعلم لهاد الدوره ديال كيك ديزاين، لان الا جينا نشوفوا بالمقارنه مع بلايص اخرين كنلقاو اولا بعدا الثمن مرتفع اللي ما كيشجعش فان الناس تستافد. ثاني حاجه اننا استفدنا بزاف ديال الحوايج، ومن هذا المنبر كما كنقولوا من منبر قناه ريمال تي في يعني كنكرر وكنعاود نشكر الشيف بشرى لانها كتعطينا الاسرار، يعني ماشي اي واحد ماشي اي شيف يمكن غادي يتقاسم معك الاسرار باش تنجح ليه واحد الحاجه، ولكن يعني كنحيي فيها هذا الروح، يعني ماشي كتبغي اي معلومه تبغي تخزنها ليها وتبقى هذا، ولكن كتبغي اي مثلا انتم جيتوا في هذا الجروب، هذا ماشي هذا الجروب هذا جا غيدوز فورماسيون وغادي يمشي، لا، يعني الشاف بشرى كتدير واحد الجروب خاص في الواتساب وكتبقى متبعه اي جروب كان عندها كتبقى متبعاه، وماشي كتجي كدير غير النظري، وانما كيمشيو كيطبقوا وكتساعدهم يعني في كل كبيره وصغيره حتى كينجحوا في انهم يطبقوا داك الشيء اللي قراوه. تبارك الله عليك ملكه، كنعرف ان الطريقه باش هضرتي يعني استفدتي بزاف بزاف، وراه بحالك شحال واحد اللي كاين في المنزل ديالو سد عليه كيقول لا راه المجتمع غادي يعني بحال ماشي يصدو بحال هكا يقول ليه لا راه انت مراه ما يمكنش لك ديري هذا الشيء، ما يمكنش لك توصلي كيف ما وصلوا لي شاف الكبار، بحكم ان المجتمع ديالنا مجتمع تقليدي وكيبغي ان المراه ديالها تبقى فقط في البيت منحصره وما ديرش مشروع ديالها. لا بالعكس، انا ما متفقاش مع هذه النقطه هذه، والدليل خير دليل هو انا اللي كاينه قدامكم. اول حاجه انني 43 عام يعني انسانه مطلقه، ولكن هذا الشيء ماشي نهايه العالم، بالعكس كنقولوا كما نبغيو نقولوا بالمثل المغربي ديالنا الضربه اللي ما كتقتل كتقوي،
بالعكس انا من هذا المنبر هذا ديال ريمال تيفي كنشجع جميع العيالات سواء كانوا كبار ولا كانوا صغار، يعني العمر ولا التعلم، حيت عالم الطبخ، عالم الطبخ راه عالم كبير، يعني ماشي منحصر مثلا في انك طيبي داك الطاجين ولا طيبي كسكسو لانك اولا ديري ديك الغريبه اولا باللي راكي كتعرفي، بالعكس قد ما تعلم الانسان ما كينفعوش. وثاني حاجه اللي نبغي نشاركها مع يعني قناه ريمال تيفي انني حاليا كان بريباري ان شاء الله للتاسعة ليبر، كنقرا يعني كان، وهذا الشيء ما منعنيش انني فانني نبدا نحضر الدورات التكوينيه، واخا يعني بدا العد العكسي في التاريخ اللي معطي الامتحانات، ولكن الحمد لله يعني هذا الشيء ما خلانيش انني نستسلم ونجلس في الدار ونقول لا ولا هكذا، بالعكس انا من هذا المنبر ديال قناه تيفي كنشجع اي مراه بغات تبدا تعلم في الحديث ديالو، اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، يعني الانسان غير يعني يكافح ويناضل من اجل واحد الحاجه اللي بغى يحققها. تبارك الله عليك ملكه، صراحه كنتمنى ان يكونوا بزاف ديال النساء حاليا كيشاهدونا، وما كرهش ان المتتبعين ديالنا يبارطاجيو اللايف ديالنا باش يوصل للنساء كاملين اللي منحاصرين نفسهم وعندهم الروح والطموح بحال ملكه انهم يكملوا ويتعرفوا ويكتشفوا بزاف على هذا النوع او الميدان ديال الطبخ والباتيسري كيف ما كنشوفوا اليوم، يكونوا بحالها ويشوفوا هذا اللايف ويكونوا بحال الطموح ديالها بحال الهدف ديال ملكه ويحضروا دورات وتكوينات ديال شهر بصرة شعاعي. اكيد اليوم غادي نمشي نشوف المستفيدات اللي حاليا كاينين مع بشرة شعاعي، يعني الشعور ديالهم هما حاضرين هذه الدوره، ومن بعد غادي نختموا البث المباشر ديالنا، وما كرهناش المتابعين ديال قناه ريمال تيفي يشجعوا بحال هاد النساء ويشجعوا الزوجات ديالهم ويكونوا السند ديالهم اللي عندهم مشروع بحال هذا، وحتى النساء اللي عندهم مشروع صغير شفتوهم الشوارع انكم تشجعوهم انهم يبداو وتبقاو تشروا عندهم، لانهم فعلا كيبغوا تشجيع المعنوي اكثر ما هو مادي. الا شجعتيهم بكلمه زوينه وقلتي لهم راه تبارك الله عليك راه بامكانك توصلي اكيد غتفرح وغتعطي ما اكثر، واخا ان المبلغ ديالها اولا الماده ديالها قليله غتوصل وغادي تحقق داك الطموح ديالها، علاش لا، فقط كلمه زوينه ومن بعد كيجي ما هو اكثر. نمشيو عند المستفيدات، يلا معنا. السلام عليكم مستفيدات ديال الورشه، بغيتكم تعطوني كلمه من خلال قناه ريمال تيفي. شنو الشعور ديالك انت حاضره اليوم الدوره التكوينيه ديال التعاونيه دار عمرون؟ صراحة فاش يلا جينا يعني ما توقعناش غادي نستافدوا على هذه الدرجه، يعني بالنسبه لنا حنا سمعنا فورماسيون فيها يومين، يعني انا فاش تواصلت مع الشيف بشرى قالت لي بلي الفورماسيون فيها يومين، انا ما توقعتش، يعني قلت يعني يومين ما يمكنش انا نتعلم فيها واحد شي حوايج اللي غادي يفيدوني بزاف، ولا خاصه يعني قبل ما نجي قبل ما نتعرف حتى لحد دابا استفدت بزاف ديال الحوايج، يعني شي حوايج ما كنتش متوقعه. يعني داك الشيء اللي كتشوفوه مثلا في اليوتيوب اللي كتفرجوا فيه على حساب الكيك ماشي هو اللي كاين دابا التطبيق كبير؟ لا يمكنش، حتى الطريقه ديال الخدمه من ابسط الحوايج، من الطريقه ديال يعني ديال العمل ديال بزاف ديال الحوايج، يعني شي حوايج كيفاش كيتحطوا كيفاش كيتهزوا، يعني من ابسط 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 الاشياء، يعني هاد الورشه اولا هذوك الاشياء البسيطه كيلعبوا دور كبير باش ينجح لك. يعني هاد الورشه اولا هاد الدوره التكوينيه اللي درتها نظمتها التعاونيه دار عمرون استفدتي منها بزاف، وانت يعني من الناس اللي كنتي كتقلبي على بحال الدورات التكوينيه؟ اكيد انا بالنسبه لي انا كاويه لهذا الميدان وكيعجبني كيك ديزاين مع الزواق وداك الشيء، المهم يعني كنت كنقلب دائما كنشوف في اليوتيوب كنشوف فيديوهات كذا كذا، وديجا دوزت واحد الفورماسيون، ولكن من بعد توصلت مع مدام بشرى تواصلت انا وياها وكنا هضرنا في الانستغرام وقلت لها كذا وكذا، قالت لي صافي مرحبا بك غادي تدوزي على الدورات التكوينيه، جيت الصراحه استفدت بزاف. تبارك الله عليك. بغينا نقول لك واش من بعد هذه الدوره التكوينيه ودورات اخرى الاسم ديالك نزهه غادي تفتح مشروع من خلال هذه الدوره التكوينيه اللي دوزات؟ اكيد، اصلا انا كيعجبني هذا الشيء كما قلت لك، يعني واحد ما كيجي حتى كيدفع في شي حاجه، ويعني انا جايه من واحد البلاصه بعيده باش ندوز فورماسيون. اكيد من بلاصه جيتي؟ اجي بحي السلام.
وجيت باش يعني ضروري يعني غادي يكون واحد الشيء ديال هذا الطموح الشيء ديال كذا يعني واحد يعني ما همكش المسافه اكثر ما همكش الطموح ديالك باغا توصل اكيد واصلا هذا الميدان راه فيه بزاف ديال الحوايج وقد ما الواحد ما كيتعلم خاصو يزيد مازال يتعلم يعني واخا دابا انا فاش كنت كنشوف شي فيديوهات وكذا كنقول اه صافي انا تعلمت غادي نمشي غنصاوب كذا كنمشي كنجرب شي تخربيقه وكذا يبقى راسي باقا ما فهمت والو فهاد الشيء يعني قد ما كتجي صراحة كنصح بأي بنت يعني كيعجبها هذا الميدان وأي حاجة اللي حاجة اللي كنكون داخل ليها عن حب كنزيد وكنبدعوا فيها وكنحسنوا فيها بزاف ديال الحوايج يعني أي بنت بغات تدخل هذا المجال يعني توكل على الله وتثق في راسها وتثق في الهدف ديالها إن شاء الله غتوصل حتى حاجة بعيدة. تبارك الله عليك نزها كيف ما شفتوا متتبعي قناة ريمال تي في نزها من المستفيدات ديال الورشة اللي قامت بها شاف بوصل شعيم اي تملول تعاوني الدار عمرور نمشي عند واحد يعني مشاهده اللي حضرات معنا اليوم لهاد التعاونيه وبغات تعطي كلمه ديالها من خلال الورشه اللي تعلمت جات ولكن ما عرفتش بان الورشه ديال ديزاين كيك بغينا نشوفوا التصريح ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن تعرفين المتابعين ديال ريمال تي في لي؟ السلام، انا جيت اليوم يعني مرافقه مع ورده وجيت عند شاف بشرى وصراحه شيء عجبني بزاف وكنشوفها كتعامل مع المستفيدات ديالها مزيان وكتعلمهم وحتى حنا بصفتنا مشاهدات استفدنا بزاف وتعلمنا شي حاجه. الصديقه ديالي كانت حاضره معايا وما عرفاش بان هذه الورشه ديال الطبخ وفاش وانا كنصوروا قالت لي ورده هذه بشرى شو هي الطريقه باش كتعامل المستفيدات وهذا الشيء اللي كدير فيه ما كيديروش يعني اللي شاف كبار في القنوات الاخرى اللي كيعلموا المستفيدات ديالهم. بغينا واش يعني ملي حضرتي اشنو استفدتي من خلال مشاهدتك للشاف بشرى؟ استفدت بزاف واستفدت كيفاش نتعلم ديزاين ديال الكيك واستفدت شحال من حاجه وكانت واحد العلاقه بعيده على الكوزينه ولكن دابا حبيتها. شتي هذا هو الهدف ديالنا ان الشابات والشباب اللي عندهم طموح في هذا المجال انهم فقط يزعموا ويديروا واحد المبادره والخطوه الاولى باش يوصلوا الاهداف ديالهم. كنشكر المتتبعين ديالنا ديال ريمال تي في وقيل غادي نقول كلمه توفيق المدام بشرى وزوجها في هذا المجال. فعلا اللي شاف بشرى والزوج ديالها اكيد غيحسدهم ولكن بغيتكم تدعوا معاهم تبارك الله عليهم. بغينا بحال هاد الازواج اللي ساعدوا بزاف ديال المواطنات والشابات اللي بادين يلاه بادين لا في مجال ديال الباتيسري ولا في مجالات اخرى لمالا حنا فقط اعطيناكم واحد المجال اللي متواجد حاليا واللي كيهم النساء. واحد الحاجه اللي بغا نقولها لكم متتبعي قناه ريمال تي في ان قناه ريمال تي في دائما كتساهم في يعني في تغطيه بحال هاد الشباب اللي عندهم مشاريع وبادين فيها. الاختتام ديالنا تاع هذا البث المباشر غيكون الان ولكن غيكون مع بشرى شعاي وكنشكر المتتبعين ديالنا على الوفاء ديالهم والمتابعه ديالهم لهذا البث وبغيتكم تساعدوا وتساندوا الزوجات ديالكم وحتى النساء اللي كيشوفوا هذا البث المباشر انهم يبداوا بالخطوه الاولى واكيد غيوصلوا ان شاء الله. مشي عند شاف بشرى شعاي تعطينا كلمه اخيره في هذا البث المباشر وكنشكر المخرج اللي معايا رفيق على المسانده ديالو ديال اليوم. مشيو كيف ما كتشوفوا الحماس ديال المستفيدات ديال شاف بشرى فرحانين. شاف بشرى بغينا نختموا البث المباشر ديالنا شنو هي الكلمه ديالك وحتى المتتبعين وحتى النساء اللي عندو اللي باغيين يحضروا الدورات الكوينيه. اذا شنو نقول لك كنتمنى ان كل شيء يعني يحاول يتحرك شويه يديروا صنع في يديهم ماشي ضروري الطبخ ولا الحلويات وانما كاينين حوايج اخرين وصنعه اخرى خياطه كل شيء غير المهم هو ان الواحد يدير شي حاجه هذا هو المهم. بالنسبه للتعاونيه هي كاينه في ايتملول كنديروا دورات تكوينيه بحال مثلا الكيك ديزاين باديه مع دي جروب اللي غادي يبداو ان شاء الله من دابا حتى كما قلت لك من المستوى الاول حتى المستوى الاخير. يعني فتح المجال الناس اللي غادي يلتحقوا. بالنسبه للطبخ حتى هو كاين كاينين دورات في الطبخ وهذا عاد كاينين دورات بالنسبه للناس اللي بغاو يتبعوا لا 6 شهور او لا عام كل شيء يعني وحتى المستويات يعني لي نيفو اللي ما عمرو قعد طيب راه حنا كنبداو معاه من الاول واللي محترف راه حنا كنكملوا معاه
والله يسر الله تبارك عليك تبارك الله عليك شاف بشرى شعاعي واكيد متتبعين ديالنا فرحانين بحال هاد الشاف متواجده في ايت ملول علاش لا بغيناها تكون يعني معروفه في المغرب كامل وراح شفنا المستفيدات ديالهم وحتى الناس اللي كانوا معايا عطاو التصريح ديالهم كيفاش التعامل ديالك مع المستفيدات ديالك تبارك الله كان جميل بغينا لا علاش كلشي يكون بحالك لما لا والله والله الهلي حاشم الله يستر العباد شي اللي غادي نقولوا كلمتك اخيره لقناه ريمال تي في ومتابعين ديالك ايوا قناه ريمال تي في اش غنقول لك راه تنقول لك محلهم هذا راه انا اللي ضيفه عند قناه ريمال تي في هنايا اش غنقول لك كنتمنى لها دائما التوفيق والنجاح ومن نجاح لنجاح لان تبارك الله عليها كاع الميادين يعني تبارك الله عليها من الرياضه من السياسه من حتى الناس يعني اللي متبعين الطبخ ومتبعين راه كلشي واقفه معاهم يعني وكتحاول تشوف الجديد وتجيب الجديد وكنتمنى لها النجاح والتوفيق لكل الطاقم ديالها اللي انتم الصراحه ناس اللي رائعين بزاف يعني هذه بدون مجامله انت اروع الصحفيين كلهم اللي معاكم اللهم بارك يعني الناس اللي مخلقين والناس اللي عندهم الروح يعني واحد روح انسانيه واحد الروح اللي زوينه بزاف المشاهدين ديال قناه تي في كان ريمال تي في كنتمنى لكم ان شاء الله هذا يعني فرجه ممتعه دائما ونتمنى لكم الصحه والعافيه والله يرفع لنا الوباء امين يا ربي شكرا لك شاه بشرى شعين وشكرا للمستفيدات اللي كانوا معنا وعطوا التصريح ديالهم وشكرا لكم متتبعي قناه ريمال تي في اللي دائما كتشوفونا وكتحضروا معنا وكتعطونا الاراء ديالكم واسئله ديالكم حنا كنكونوا جد سعداء بذلك هنا كنقول لكم موعدنا في بث مباشر اخر وموضوع اخر قوموا معنا